الشاعر جديع الملعبي أحد شعراء الشباب الذين يمتلكون عذوبة المفردة وجزالة القصيدة، يكتب من أجل الشعر ويطوع كلماته في خدمة المجتمع. قصائده تحمل الكثير من النقد والجرأة والصراحة. ربما أغضبت أبياته الكثيرين لأنها تحمل جملة إلى من يهمه الأمر. عندما شارك في مسابقة شاعر المليون حظي بإشادة أعضاء لجنة التحكيم والمطلعين بالشعر والأدب، فترك خلفه بصمة مؤثرة. هو من الشعراء الذين لا يهيمون بكل واد، بل عرف بأنه رجل اجتماعي وديوانه يظل ملتقى الشعراء. اكتب وطن وامسح جميع الكتابات، ارسم خريطة الدار واترك سواها. دار الفخر، دار الكرم والبطولات، دار الرجال اللي عزيز دراها. داري ودار أهلي لحيا ولموات، من دونها عمري وروحي فداها. الله يحفظها من فوس الأفات، يعز أبو ناصر ويحمي ثراها. عظيم يصنع لها مورا عظيمات، وكبير به كل الكبار اتباها. نواف راعي الخير وأعماله بات، كم كبت عطشت وأبو فيصل رواها. وحنا لهم جند وعساكر ورايات، وسورا فدا لحدودها من أعداها. رجعنا معاكم أعزائي المشاهدين. طبعا هذا الشبل من ذاك الأسد. كلمني عن تجربتك مع ولدك عذبي. والله عذبي نشأ يعني في بيت شعر، يعني أنا شاعر وأخوي اللي أكبر مني سعدون العازمي بعد شاعر، وأغلب العائلة يتعاطون الشعر مثل الكلام العادي. يعني مرات أنا وإخواني لما نسولف أقول له اللي يبيه ببيت، يرد علي ببيت، فصار الشعر بالنسبة له نفس الكلام. بس للحين طبعا الوزن ما ضبط للحين، لكن إن شاء الله في السنين القادمة يمكن يتفوق علي ويصير نجم إن شاء الله بإذن الله. اليوم المفردة الشعرية هي اللي تراجعت ولا ذائقة الجمهور هي اللي تراجعت؟ والله لا، ذائقة الجمهور هي اللي تراجعت. المشكلة أغلب الجمهور الحين سطحي، يبي الكلام السهل، يبي الكلام اللي يفهمه، ما عنده يعني حب للشغف المفردة اللي فيها عمق اللي فيها فكر. فأغلب الحين الجمهور يقول لك عطني اللي أفهمه، ما بي أفكر، ما بي أفهم، أنا أبي شيء يتداولونه الناس. ما صار عندهم عمق فكري، هذه المشكلة في الجمهور. لكن الشاعر يمشي حسب الجمهور، إذا كان الجمهور يعني يحب العمق والفكر والأدب فأكيد أنه راح يبرزون هؤلاء الشعراء اللي يحملون الفكر والعمق. لكن إذا كان ذائقة الجمهور تحب الشيء السطحي راح يظهر الشعراء اللي يعني يتداولون المفردة البسيطة السطحية. نعم. نعم. هذا الجمهور هو مقياس للشاعر ومقياس للأدب. يعني هل برأيك أن الجمهور هو اللي يحكم على فكر الشاعر؟ يعني مو الشاعر اللي يعطي فكر حق الجمهور؟ لا، الجمهور هو من يبرز الشاعر. طبعا الشاعر اللي عنده فكر وفكرة عميق راح يكون موجود، لكن ما راح تظهر قصائده على السطح إلا بعد ما يأتي جمهور غير الجمهور السطحي. يعني الحين لو تلاحظين أغلب الشعراء المعروفين كلامهم بسيط وسطحي، يعني ما فيه عمق ما فيه فكر. ولكن جيل التسعينات كان هناك شعراء يملكون فكر جبار، يعني لدرجة أن الشعر النبطي وصل لجميع دول العرب. يعني مثلا تروح للمغرب تلقى هناك جمهور يعرفون الشاعر مثلا نايف صقر، فهد عافت، بدر عبد المحسن، كذلك في لبنان، في مصر، في ليبيا. لكن الحين من يعرف شعراء الخليج؟ بس الجزيرة.
مع أن الإعلام اليوم أو التواصل الاجتماعي قاعد يسهل هذه الأمور أنك توصل بسرعة. مهما كان الوسيلة الإعلامية يبقى الجمهور هو الوسيلة الأقوى للشاعر. يعني أنا مثلا ممكن أني أسخر جميع قنوات الإعلام لي لكن تقبل الجمهور، إذا ما كان تقبل الجمهور لي حتى لو كان الإعلام كله تحت تصرف ما راح يحبني الجمهور. وهي مسألة قبول، مسألة قبول للشاعر. بعد بيسمعنا شاعر. تموت الفكرة اللي ما لقت مبدع يوصلها، وتحيا الفكرة اللي تحتضن أنام للراقين، وذا الشاعر صعيبات القوافي ما يذللها، خسارة فيه كل نطقة لسان وكل نظرة عين، رواية كل ما جيت آخرتها أتلولها، وكل ما جيت بتركها أزيد بها شغف وتزين، تغيب وتصغر الدنيا بعيني وأكره أجملها، ولا تكبر بعيني غير أشوف اثنين ملتمين، أثر أثر للروح توأم روح تحملها بداخلها، ولا تتبدل بصاحب ولا يغونها غاوين، هذا انت غبت والعالم تناديني وجاملها، وأقول بخير وبصحة وأنا ميت من الصوبين، أبيك تحس في نفس انفجور البعد مشغلها، عليلة من غياب المخلصين وقسوة الغالين، وأنا أفضل شخص، أنا أفضل شخص يسمو بالمحبة ويتحملها، لأن أملك مشاعر نور لو جسمي خلق من طين، يزين الناس لو تكسب بعضها في تجملها، ويكره الناس لا شالت قلوب أقسى من السكين، مدام نزمن مثني جميع الناس بكملها، لما هذا التجافي والتناحر والسلوك الشين، وإذا أنا مزعلك أو في حاجة سيئة قلها، ترى الشعار ما هم أنبياء لهم معصومين، وأنا ما كل ردة عقب صده لي بقبلها، يا أجمل من سكن قلبي من أول شبته للحين، تغيب وترجع وترجع تغيب وكني ملها، وترجع لي وتتعذر وتبعد عني وبعدين صح لسانك. صح لسانك. عبدي كيف حالك؟ طيب خير إن شاء الله. خير. تحب الشعر على الوالد؟ إيه. تبي تسمعنا شيء؟ إيه. سمعنا. أيوة. ثلاث سنة والحبيب أنشد عن أخباره، لهم معقول خابرني ولا جاني، صدري مليت قصيد وضاقت إصراره، حتى جرى في مسيل الدمع وبكاني، إن كان ما جابتك ذكراك يا هي، إن كان ما جابتك ذكراك في الحارة، إن كان ما اشتقت لي لا تقراني. صح لسانك. صح لسانك عادي. قربك يا مسوي. لا لا عادي. طبعا هو أول ظهور له. إي نعم أول ظهور له. أول ظهور إعلامي العذبي. نعم. طيب اليوم الفترة الأخيرة انتشرت موضوع الشيلات. أيوة. وصارت الأمور كأنها الغالبية صارت القبيلة والعائلة. شو تحس أنت الموضوع صار فيه عنصرية؟ والله الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتركوها فإنها منتنة. طبعا هذا الشيء اللي حزب الخاطر أنه صار سخروا الأدب للنعرات القبلية. طبعا هو بلا شك أن الواحد الاعتزاز بالأصل والنسب شيء طيب، ويحث على مثلا الكرم والشهامة ونصرة المظلوم نصرة الجار، لكن أنها تكون تفاخر في شيء مقزز أو أني أنا أفضل وغيري لا، هذا الشيء غير مقبول. والشيلات الحين قالوا أنها بديلة للأغاني، أنا أشوف أن الشيلات هي أغاني بس أن شالوا منها يعني ممكن بعض الإيقاعات وصارت. حتى المشكلة أن أغلب اللي يشيلون يسرقون ألحان الفناني. طيب أنت تبي تغير يا أخي جيب شيء لك كنت خاص فيك كنت. حنا اللي نعرف الشيلات قديمة. نعم. اللي يقولون يشيلونها البدو على الهجن، ولا يشيلونها مثلا قبائل الجنوب. نعم. ولا قبائل مثلا أهل الجنوب امتازوا بالشيلات، أهل نجد بالعرضة، أهل الشمال في الهجيني. نعم. فهذه الشيلات اللي نعرفها اللي هي
الهجيني والمنكوس والمعروفة المتداولة الصخري، لكن الحين صارت أغاني ما صارت شيلات. نعم. هي اسمها شلة، إن الواحد يشلها وهو على ظهر ذلولة يشيل يدندن يهيجن، هذه هي الشلة. أما الحين لحن لمحمد عبده ولا عباتي ولا طلال ويقول لي هذه شيلة. ما أعتقد أنها الحين شيلات، الحين أعتقد أنها أغاني. أبو عدفي، كنت مشترك في مسابقة شاعر المليون، كلمنا عن هذه التجربة شوي. والله شاعر المليون هو برنامج ضخم، وصراحة دولة الإمارات حكومة وشعب مهتمة بالثقافة والتراث اهتمام كبير ولا يخفى عن أحد. يعني أنا شاركت من ضمن تقريبا آلاف الشعراء، الكل موسمين يكون فيه شاعر المليون. نعم. ترشحون له كثير من الشعراء، الحمد لله أنا تم اختياري شعر المليون، وكانت تجربة طيبة. كنت أنا مجموعة من شعراء مثلني الكويت، كان تمثيلنا جدا رائع، والحمد لله حصلت إشادات تثل الصدر. الحمد لله. أبي أسمع منك قصيدة ثانية. أسولنا نسمع غزل. غزل؟ لبي غزل. ترى اليوم الجمهور يميل إلى هذه النوعية من القصائد. والله هو أعذب الشعر الغزل. نعم. وخصوصا الفتيات. وبعدنا عن الخيانة. لا إن شاء الله ما في خيانة. أضيق واسكن وحدتي بين الأهمال، ويمر وقت ولا تجيني مع الوقت، وارجع واشيل الحزن واجدد أمال، بين الفراق وبين وصلك تعلقت، انزف شعوري وصل وتصد تختال، جيت انتقم لكن على عمرك اشفقت، اما تركت الذل ماني برجال لو ما اقدر عزتي ما تضايقت، اما تركت الذل ماني برجال لو ما اقدر عزتي ما تضايقت، لا تحسب انك كل ما ضعنت نزال، ولا تحسب اني كان شرقت شرقت، انا اليوم شفت ما عفت رحال، ولا اذكر اني لجل مخلوق نافقت، يكفي عن كثير الاقاويل الافعال، لا تحسب اني بطلبك كل ما فقت، يا قلب شل جرحك بلا هم وصال، انا على جرحي وهمي تفوقت، هيا معي نقطع مسافات الاميال، واكتب على جدران الايام مزقت، يا كثر ما شفنا من أصحابنا أهمال، وإن شفتهم صددت عيني ودنقت، الناس تبغى فعل ما تبغي أقوال، خلك كريم النفس حتى ولو ضقت، والفقر ما هو نقص في ذخر الأموال، الفقر لعشت المهونة هو وافقت، والرزق له أكثر من 2000 مدخال، ما هو بشرط يا تفوقت وفقت، يا ناشد عني على الطيب لا زال، لو ما جمعت العلم ما كان فرقت، الحق ما يخفى ولو زل مكيال، أنا المطر لو كان مرعت وبرقت، وأنا الفكر وأنا مواريث الأجيال، وأنا القصيدة اللي بطرحي تألقت، يكفي اليوم انضقت جريت موال، اكتب سبك من ذهب لا تضايقت. صح لسانك. احنا اليوم وصلنا الختام، كلمة أخيرة تحب تقولها وبعدها راح نختم في قصيدة وطنية. والله أنا أشكركم طبعا على هذه الاستضافة الحلوة، وإن شاء الله أني قدمت شيء يعجب ذائقة جمهوركم الراقي، كرقي تعاملكم وفكركم، ولا يفوتني بهذه اللحظة إلا أني أشكر الدينمو فالح العنزي، صراحة كان جهده جبار وياي، تحملني الله يعطيه العافية. يعطيه العافية. عدي بتقول شيء؟ لا تستحي قول. في قصيدة قبل شيء قالها أبوي، قال يمكن أقولها باللقاء، هي قصيدة حلوة، قلت إذا قدرت تقولها قولها قولها نسمعها. هو طلب مني قصيدة عن أن أمس كانت عيد الأم، فكانت عندي قصيدة عن العقوق الوالدين. قولها نسمعها. نسمعها. تسمعوا للسالفة من عظمها جف البحر، من نفس هذا الوقت ما هي من حكايات الرواة، جتني حزينة تشتكي وتقول يا جدي عالقهر حطم فؤادي واستباح أعضائي واسرف في بلاء، قلت السبب
قالت سبب ما هو سبب موت الحمر. قلت اهرجي قالت شسولف والعمر ما بحلاه. هديت روع المسلمة اللي بلتني بالقشر. هديتها وطمنتها وذكرت ربي في سماه. من عقب ما جفت دموعا كنها مجرى نهر. وسكت نحيب الروع ضلوعي ولا ادري وش وراه. قالت بسولف واكتب اللي بنطقه شعر ونثر. عله يفيد اللي بقوله من سمعه او من قراه. الله لا منه امر امر اللزو منه يمر. ياخذ ويعطي ما نحاسب من خذاه ومن عطاه. الاوله اخذت شايب من جماعتنا جبر. اجهله حتى عن شبابه اجهله مع من قضاه. هل حلو اشته مع مر المر اشته مع حمر. غصبا علي جبت منه اثنين ثم الله خذاه. الله وهبني بنت تشبه للقمر نصف الشهر. والله رزقني في ولد كامل مكمل في حلاه. البنت أنا ربيتها لين وصلت عشر وعشر. أما الولد يسعب ثمان وادعي له إن الله يقاه. وش لك بطول السالفة مليت ودك اختصر. قلت العفو قولي كلامك لين يوصل منتهى. قالت وهي تنطق حروف كنها تاخذ أمر من بعضها وفي بعضها يوقف على حد الشفاه. مثل ما قلت البنت في عشرين في أحلى عمر. فتاة مجملها ومحلاها ومغلاها فتاة. الوقت يمشي والزمن ويطوي سنيني وانتظر. ساعة تلبسها ثياب العرس واعطيها الوصاح. الله حقق لي مناي الحمد لله والشكر. جها عريس مقتدر زوجته وراحت معاه. من عقب مقفت لا كلام ولا سلام ولا خبر. زرعت زرعي في يديني بس غيري من جناه. حملتها رضعتها دللتها منذ الصغر. المرة ذوقه لجلها من شان تهنى بالحلاه. مشيتها على الورود وانا على حر الجمر. وليا شكت من آه قلبي جر معها ألف آه. والحين دوري وانتهى ما الاحترام ولا قدر. عجوز أنا في رايها حرام أكمل هالحياة. إن جيتها متعنية سمعت هرجل ما يسر. كني مسوت لي جريمة حيرت حكم القضاء. وليا بغت نفسي لزوم صدت بلي أي عذر. فبرد ليالي المربعانية تلحفني عباه. أما الولد آيا الولد كبر يا ليته ما كبر. نسف جميع اللي بنيته ما بديته هو نهاه. أخذ جميع اللي امتلك خلاني في ذل الفقر. يليت منه يسأله فمه يسوي هالسواه. قضى شبابه في هياته من سفر إلى سفر. من دار فسد إلى ديار العسد لديار الطغاة. عزي لمن مثلي نما عايش ولكن ما يسر. وش فايدة تعبي وكدي واجتهادي في رضاه. سكت مدري ويش أقول أبل كلام ولا ظهر. أصلا كلامي ما يفيد لا طيبة ولا رداه. والحين عندي كلمتين بقولهم بالمختصر. آباءكم أولادكم يلي تحبون النجاة اللي يرضوا الله رضى وفي حقهم ربي أمر. في كتاب خالقنا العزيز تنبيه تحذير وصاع. نطيعهم في كل شيء إلا الضلالة والكفر. ما هو تطيب أو فضل واجب يلزمنا أداء. واعلم بما تصنع تدان والشيء بالشيء ذكر. لابد ما يجزى ابن آدم مثل ما تفعل يداه. يا سامعي صلوا على شفيعنا يوم الحشر. عليه مني أفضل التسليم وزكاها السر. سلامتك صح لسانك. بعد الفاصل على وتر القانون وموضوع شائك جدا الانتحار بالسجون.